الرحيم. الحمد لله الموجود لا بعلة، الغني لا عن قلة، العزيز لا من ذلة، القادر لا عن عجز، القوي لا عن ضعف، العليم لا عن جهل، وأشهد أن لا إله إلا الله، المنزه عن الأنداد والأضداد، المتعالي عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده المصفى من الأوزار، ورسوله المصطفى في الأنوار صلى الله عليه وآله، المطهرين بوحي الله، المنتجبين لأمر الله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيد الأنبياء البرر الذي غمسته في بحر الفضيلة وحبوته بالمنزلة الجليلة، أكرم الدعاة إلى الله وسيد القوامين بأمر الله، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على علي رتبة ووليد الكعبة، قالع الباب وهازم الأحزاب، ومحيي الليل البهيم بالتهجد والاكتئاب، سهم الله الصائب، سيدنا ومولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على المعصومة الطاهرة والمظلومة الصابرة، قرينة الأوصياء في العصمة، ووارثة الأنبياء في العلم والحكمة، سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدي الشهداء والإمامين الرضيين، قاما أو قعدا، معدني الجود وكريمي الآباء والجدود، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على أمناء الله على شرائعه، وهداة الأمة وكاشفي الغمة، المبرئين من العيوب والأرجاس، السجاد علي والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والعسكري الحسن، صلاةً تشفع لنا يوم الحشر الأكبر، وتروي ظمأنا يوم العطش الأكبر، وتغفر بها ذنوبنا يوم الحساب الأعظم. اللهم صلِّ وسلِّم على مجلِّ الظلمة والصادع بالحكمة، كاشف البلوى وجامع الكلم على التقوى، والمرتجى لكرامة الأولياء، ونصر الله المدخر، وعدل الله المشتهر، سيدنا ومولانا ولي الله الأعظم، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره وشيعته وأوليائه وجنده ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وبلغهم ما يأملون من برك، واكفهم ما يحضرون بعونك، واجمع على التقوى أمورهم، وعز بفضلك نصرهم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا في بيان مقومات التشيع الصحيح والانتماء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، وذكرنا بعضاً من تلك الصفات. ما هي صفات التشيع الصحيح؟ مقومات الانتماء الصادق لأهل البيت. هناك مجموعة من الصفات، إن توفرت قلنا هذا متشيع تشيعاً صحيحاً، هذا منتمي انتماء صادق موالي ولاءً صادقاً لأهل البيت عليهم السلام. من جملة تلك الأمور هو الحذر الشديد من مهلكات رذائل الأخلاق. لاحظوا إخوان، هناك رذائل أخلاق، ولكن تختلف فيما بينها في مراتب شدتها وخطورتها. بعضها مهلك للفرد والأمم والشعوب،
لذلك حذرت منه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تحذيراً شديداً. حينما إخواني ندرس ونتمعن ونتأمل في حركة الأنبياء الإصلاحية وفي كيفية تعامل الأفراد والشعوب والأمم معها، نجد أن بعضاً من الرذائل النفسانية والصفات النفسانية هي التي أدت إلى ذلك التعامل الذي كان يصد عن الحق مع دعوة الأنبياء، وأدت تلك الصفات بالنتيجة إلى هلاك تلك الأمم وإنزال العقوبات الإلهية الشديدة. هناك رذائل صفات على درجة عالية من الخطورة، لابد أن يحذر منها الإنسان حذراً شديداً. هي الأسس والجذور لبقية الرذائل، هي الأسباب التي أدت بالأمم إلى الهلاك وإنزال العذاب والعقاب الإلهي بها. لذلك لابد أن نتأمل في هذه الآيات القرآنية في قصص الأمم السابقة وكيف تعاملت مع دعوة الحق وتعاملت مع المصلحين، وكيف كانت النتيجة، لنأخذ منها الدروس والعبر لئلا نقع نحن فيها. وكما سنبين بعضا من أمهات هذه الصفات، وهي التكبر، الحسد، العجب، الغرور، الإسراف، التبذير. هذه مجموعة من الأسس التي كانت السبب في هذا التعامل الذي أدى إلى عمى البصائر والقلوب لدى البعض. هناك البعض ممن له مكانة كبيرة في المجتمع، لسلطة، لمال، لوجاهة، لأسباب أخرى، كانت لديهم هذه الرذائل وهذه الجذور التي تعاملوا بها مع أئمة الإصلاح من الأنبياء وغيرهم. من نتائجها أنها تعمي البصيرة وتعمي القلب وتصم الآذان والأسماع عن قبول الحق والإذعان إلى الحق، فتؤدي إلى أن هذا الإنسان يصد نفسه أولاً ويصد الآخرين أيضاً عن اتباع الحق. ثانياً، أن هذه الصفات من التكبر، من الحسد، من العجب، من غير ذلك من الأمور، قد تؤدي بالإنسان أحياناً أن يكيد ويمكر ويتآمر على أئمة الإصلاح. بالنتيجة هذا المكر والكيد والتآمر قد يؤدي إلى التنكيل وإلى التشريد وإلى السجن والقتل لأئمة الإصلاح من الأنبياء والأئمة عليهم السلام، كما نقرأ في الكثير من القصص القرآنية ومن قصص التاريخ. والقرآن الكريم مبين أن هذه المجموعة، هذه الأمة، هؤلاء الأفراد تعاملوا مع الأنبياء بهذا التعامل بسبب وجود التكبر والتعالي والحسد والغرور في نفوسهم، أدى إلى هذا النوع من التعامل، أدى بهم إلى أن يمكروا بهؤلاء الأنبياء والأئمة ويقتلونهم، يسجنونهم، يشردونهم، ينكلون بهم. الآية القرآنية تبين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الحسد هو الذي دفع بهؤلاء أن يتعاملوا مع الأنبياء ومع الأئمة قادة الإصلاح بهذا التعامل، يسقطون شخصيتهم لدى المجتمع، ينفرون المجتمع منهم، أخبار كاذبة، كثير من الأمور فيها بهت وفيها كذب وفيها افتراء على هؤلاء القادة، وإذا لم ينفع يتبعون مختلف الأساليب. أول ما يبتدئون تسقيط شخصية هذا المصلح من أجل أن ينفروا الناس منه، من أجل أن يعزلوا المجتمع عنه حتى لا ينقادوا إليه وحتى لا يتواصلوا معه. إذا لم ينفع يلجؤون إلى الأساليب الأخرى من السجن والتشريد والتنكيل والقتل والتجويع وغير ذلك من هذه الأساليب التي تصد عن اتباع الحق. وأيضا من الأمور الأخرى التكبر، التي تجعل الإنسان أحيانا يتعالى ويتعجرف ويتكبر عن قبول الحق،
عن قبول الموقف الحق، عن عدم التعامل مع رجل الحق. هذه أيضا من الصفات الأخرى. نحن الآن إخواني، هذه الصفات التفتوا، ليست من الصفات التي دأب الأئمة عليهم السلام على تربية أتباعهم، بل عملوا على أن يروضوا أتباعهم على تنقية قلوبهم ونفوسهم من هذه الرذائل، وأن يتحلوا بأضدادها من التواضع والغبطة والتآلف والانسجام وقبول الحق والإذعان إلى الحق. صفات أعداء أهل البيت، تفتوا إخوان، صفات أعداء أهل البيت هو الحسد والتكبر والغرور والعجب وغير ذلك من هذه الرذائل. هذه أبداً تتنافى بصورة كبيرة مع الذي يحب أهل البيت، يحب أئمة الإصلاح. لذلك ينبغي أن يلتفت الإنسان، نحن إخواني فلنعرض أنفسنا على هذه الصفات، وأحياناً قد تكون هذه الصفات ورذائل بين شخص وشخص. شخص يجد إنسان آخر أفضل منه علماً، أكثر كفاءة منه، مقامه في المجتمع أرفع، له محبة في قلوب الناس، هذا الإنسان لا يتحمل أن يرى أخيه بمثل هذه الصفات فيحسده، ويصل به الحسد أن يكيد لهذا الإنسان وأن يسقط شخصيته الاجتماعية، وقد يدفعه أن يمكر به فيسجنه أو يفعل له شيئاً آخر، وربما يؤدي إلى القتل. إخواني، إخوة اثنين من أب وأم، قابيل وهابيل، إخوة أولاد نبي، أحدهم قتل الآخر، أخ قتل أخيه. كيف نتصور أن الأخ يقتل أخيه من أبيه وأمه؟ لماذا؟ الحسد، لأنه أفضل منه، لأن الله تعالى تقبل قربانه. ولماذا تقبل قربانه؟ لأنه كان على جانب كبير من التقوى. هكذا ربما الواحد منا تارة بين شخص عادي وشخص عادي، تارة بين شخص صاحب علم وشخص آخر صاحب علم، تارة بين إنسان في موقع عمل وزميل له في العمل يحسده، تارة بين كيان اجتماعي وكيان اجتماعي آخر، تارة بين كيان ديني وكيان ديني آخر، تارة بين كيان سياسي وكيان سياسي آخر، تارة بين عشيرة وعشيرة أخرى، تارة بين مجتمع ومجتمع آخر، على مستويات متعددة، وأشدها ما يكون عند أهل العلم والرئاسة، أشدها خطرا. وحتى يكون هذه الأمور موجودة عند الإنسان العادي، لذلك ينبغي أن يلتفت الواحد منا المحب لأهل البيت أن يروض نفسه على تنقية قلبه، البدء بالقلب. إخوان، أن نبدأ أولاً من قلوبنا، من أعماق أنفسنا، نطهرها من الحسد، من التكبر، من الغل، من الحقد. أحياناً الإنسان يصلي ويصوم ويحج ولديه التزام كثير، ولكن يحسد أخيه الآخر. أحياناً الإنسان صاحب علم، وقد يكون صاحب علوم دينية، يحسب أخيه الآخر. وتارة الإنسان صاحب مقام ومنزلة اجتماعية، يحسد إنساناً آخر لأنه أعلى منه. أحياناً الإنسان يحسد إنسان آخر، هذا يصلي ويصوم وذاك يصلي ويصوم، يحسده لأن للآخر محبة في قلوب الناس، يحبونه، يحترمونه، يجلونه، يعظمونه لصفات ومزيات طيبة فيه. يأتي هذا ليس له هذا المقام، يحسد ذلك الآخر. ولو اكتفى بالحسد داخل القلب لكان ذلك جيدا،
ولكن يحول الحسد إلى كيد ومكر وتآمر وتشنيع وتسقيط لشخصية ذلك الإنسان، صاحب العلم الديني أو صاحب المكانة أو الكفاءة المهنية أو صاحب المنزلة الاجتماعية لدى المجتمع. علينا أن نلتفت، كثير من الأمور التي نتحرك بسببها إنما هو بسبب الحسد. لو نبحث في دواخل أنفسنا وقلوبنا هذا التصرف الذي نتصرف، إما لتكبر أو حسد أو غل. الإنسان المؤمن الصائم، ليس فقط الصائم الحقيقي أن يصلي ويصوم ويقرأ الأدعية الكثيرة ويحيي الليل، نعم هذه أمور وصفات مطلوبة جدا، ولكن لاحظوا إخواني، النبي صلى الله عليه وآله حينما ابتدأ في خطبته وبين فضيلة هذا الشهر ماذا قال في البداية؟ فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، هذا المفتاح للتوفيق الحقيقي للصائم. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. القلب الطاهر من الحسد، الطاهر من التكبر، الطاهر من الغل والحقد الآخرين. هذا إنسان يصلي ويصوم ويحيي الليل بالذكر ويكثر من الزيارات للأئمة عليهم السلام، ولكن حينما تبحث في أعماق قلبه تجد الشيء الكثير من الحسد والتكبر والغل والحقد الآخرين، لا لشيء إلا لأن الآخر قد فضله الله تعالى عليه. لذلك نلتفت إخواني، ما الفائدة، ما هو المغزى أن القرآن الكريم يتحدث إلينا يقول قابيل قتل هابيل؟ ما الفائدة؟ لماذا تذكر هذه القصة لنا وهي قبل آلاف السنين، مضى عليها آلاف السنين انتهت؟ لكي نتعلم، تفتوا، هذه القصة تقول انتبهوا التفتوا، هؤلاء أولاد نبي. الحسد دفع أحدهم أن يقتل أخيه، التفتوا أنتم أيضا، هؤلاء أولاد نبي، أنتم التفتوا أيضا، التفتوا إلى ما في داخل قلوبكم، افحصوا جيدا، ربما تجدوا شيئا من هذه الصفات، وربما تجدوا شيئا من ردود الأفعال والتصرفات والسلوكيات نابعة من هذا الحسد الذي ينام في أعماق القلب والإنسان المؤمن لا يلتفت إليه. والكثير من تصرفاته كيد، كيده مكره إنما نابع من هذه الصفة. أحيانا شخص مع شخص، أحيانا شخص صاحب مكانة علمية دينية، صاحب مكانة علمية مهنية، صاحب مقام اجتماعي، أحيانا كيان مع كيان آخر يحسده ويتآمر عليه. لذلك علينا أن نربي أنفسنا ونستطيع إخواني. لماذا سمي جهاد النفس الجهاد الأكبر؟ والجهاد بالسلاح الذي يؤدي إلى القتل والجراح والعوض والمعاناة لسنين طوال للمقاتلين سمي بالجهاد الأصغر، وهذا سمي بالجهاد الأكبر لأن آثار عدم تنقية النفس والقلب من هذه الصفات الذميمة أخطر من الصفات الأخرى ومن الأمور الأخرى، لذلك سمي بالجهاد الأكبر. من هنا يلزم للإنسان المؤمن الموالي الصادق لأهل البيت عليهم السلام أن لا يتخلق بأخلاق أعدائهم، فإن هذه الصفات تكبر الحسد والغرور والعجب هي من أخلاق أعدائهم وليست من أخلاقهم. المقوم الثاني هو الوعي الحضاري وتجنب الإخلال بالنظام العام للمجتمع. التفتوا إخوان أيضا، هذه نقطة مهمة أيضا. ما معنى النظام العام؟ ما معنى الأنظمة العامة إخوان؟ الأنظمة العامة هي تلك القوانين والتشريعات والتعليمات والضوابط التي وضعت لحفظ مصالح المجتمع أولا، ثانيا الحفاظ على حقوق الأفراد والمجتمع حتى لا يحصل تعدي عليه، ثالثا تسيير أمور الحياة والمعاش بصورة منتظمة لا يسودها الفوضى والاضطراب، رابعا
دفع المضار والمفاسد عن الفرد والمجتمع. هذه الأنظمة العامة، وسنبين أمثلة منها. هذه الأمور، مراعاة الأنظمة العامة، الالتزام بتطبيق الأنظمة العامة مما دعت إليها الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم، في الأحاديث الشريفة، سيرة الأنبياء عليهم السلام. يكفي إخواني أن هذا الكون لولا أنه يجري على نظام متقن وموحد في جميع الأزمنة التي تمتد إلى مليارات السنين، ما كان بالإمكان أن يؤدى الغرض والهدف من خلق الكون أبدا، لولا أنه يسير على نظام متقن وموحد. ولو ساده الفوضى وعدم الانتظام والاضطرار لما أمكن أن يؤدى شيء في الكون ويؤدى شيء لحياة المخلوقات والإنسان. إضافة إلى ذلك، سيرة العقلاء إخواني، كل المجتمعات، كل العقلاء في كل المجتمع حتى لو كانت صغيرة تحرص على تطبيق الأنظمة العامة. أحد الأسباب التي أدت إلى تقدم بعض المجتمعات، بعض الأسباب، هي حفاظهم الشديد، التزامهم الشديد بتطبيق الأنظمة العامة. ما نراه من سعادة وهناء ولو دنيوية الآن لدى بعض الشعوب، بعض أسبابها هو حرصهم الشديد والتزامهم الشديد بتطبيق الأنظمة العامة. العقل أيضا يحكم بذلك. لاحظوا إخواني، حكم العقل، سيرة العقلاء، القرآن الكريم، سيرة الأئمة عليهم السلام. وأنا أبين لكم كيف أن الأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على إعطاء السمعة الحسنة من خلال الالتزام بالأنظمة العامة. هذا واحد. الآن إخواني، أكو شيء مهم شوي نلتفت إلى، أحياناً نغفل عنه، شنو معنى الوعي الحضاري الآن اللي الآن نذكره في مسألة تطبيق الأنظمة العامة؟ إخواني لاحظوا، نحن الآن نعيش في عالم فيه دول كثيرة، فيه شعوب كثيرة، فيه شعوب متقدمة، فيه شعوب متأخرة متخلفة. العالم كله يطلع على أحوالنا وأوضاعنا وحتى الأمور البسيطة من حياتنا. هذا العالم الذي بعضه قد تقدم وتطور ويعيش حالة من الحياة نقول منتظمة ومستقرة الآن، حينما ينظر إلينا كمسلمين وبلدان إسلامية الآن، إذا رآنا نحافظ على الأنظمة العامة احترمنا واعتبرنا أهل حضارة وكان لنا التقدير وكان لنا منه التقارب معنا وكان لنا معه فتح مجالات التعاون والاستفادة منه. لكن لو رآنا على حال لا نحترم الأنظمة العامة ونسير في حياتنا في مجالاتها الكثيرة بالفوضى والاضطراب وعدم احترام النظام، سوف لا يحترمنا، لا يقدرنا، ينفر منا، يبتعد عنا. والأخطر من ذلك، الأخطر أنه سيحكم على المسلمين أنهم أهل فوضى، ستكون نظرته عن الإسلام نظرة سيئة. الأئمة إخواني التفتوا، هناك شيء يتعلق بالعقيدة وهناك شيء يتعلق بنظرة الناس إلينا، نظرة الشعوب إلينا. الأئمة اهتموا بذلك أو لم يهتموا؟ فقد قالوا أنه العقيدة صحيح. طبعا هذا جدا جدا مهم أن نحن نتعلم عقائدنا ونعمل بها ونلتزم بها في جميع مجالاتها، من أهم الأسس في ذلك. لكن أيضا الأئمة لاحظوا تقييم الناس إلينا، نظرة الناس إلينا. الناس، تعبير الناس ماذا يعني؟ يعني البقية الذين هم قد لا يدينون بديننا، قد لا يعتقدون بمذهبنا، اهتموا بتقييم الآخرين لنا، نظرتهم إلينا، حكمهم علينا. هل ستكون لنا السمعة الحسنة عند الناس؟ تفتوا تعبير الناس الآخرين كلهم، أم تكون لدينا شناعة السمعة عند الآخرين فيتأذى الأئمة من ذلك؟ هذا أيضا مهم. الآن كما يقول العالم كقرية صغيرة، هؤلاء يطلعون وينظرون إلى أحوالنا ويحكمون علينا بما يشاهدونه من احترام للأنظمة العامة التي
ذكرنا ضوابطها. لذلك لاحظوا إخواني الأئمة عليهم السلام ويأكدون على الحفاظ على سمعة أتباع أهل البيت لدى الآخرين من الناس حتى وإن اختلفوا معنا في الدين والمعتقد. لاحظوا عن الإمام الكاظم عليه السلام كونوا زيناً ولا تكونوا شيناً. شنو يعني زين وشين؟ يعني اطلوا السمعة الحسنة، لا تخلون سمعة مزينة علينا. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيل. بعدين الإمام ابن عليه السلام يقول ما يذكر من الخير والسمعة الطيبة إنما هي منا، وما يذكر من السمعة غير الطيبة فهي ليست بسببنا. نفهم من عبارة الإمام يقول بسبب تصرفاتكم وسلوككم، هذا معناه. لاحظوا إخواني، وما قيل فينا من خير فنحن أهله، ما قيل فينا من خير سمعة طيبة فنحن أهله، وما قيل فينا من شر فما نحن كذلك. مو سبب بينا وإنما السبب في الآخرين. ما يصدر من تصرفات إما دينية إما أخلاقية إما مجتمعية وغير ذلك من التصرفات التي يشنع بها الآخرون علينا، هذا لا يعني أن نتخلى عن عقيدتنا وأخلاقنا وبائلنا وشعائرنا، أبداً نحافظ عليها، ولكن علينا أن نلاحظ ما يحفظ لنا ولأئمتنا السمعة الطيبة. لذلك الأئمة سلام الله عليهم نفهم من ذلك ونفهم من سيرة العقلاء وأحكام العقل علينا أن نحافظ على الأنظمة العامة. ونذكر بعض الأمثلة ونرجو الالتفات إليها، ونتأمل منكم أن تبحثوا في نتائج عدم الالتزام بهذه الأنظمة العامة. أنظمة السلامة المرورية واحدة منها. تعلمون إخواني كم من الأشخاص تزهق أرواحهم بسبب عدم الالتزام بهذه الأنظمة؟ كم من الأشخاص يعاقون بسبب عدم الالتزام بهذه الأنظمة؟ كم من الضرر المالي يلحق بكثير من الأفراد بسبب عدم الالتزام بهذه الأنظمة؟ أقرأوا الإحصائيات، إحصائيات رهيبة. ربما أحياناً بعض الإحصائيات من القتلى والجرحى بسبب عدم الالتزام بهذه الأنظمة تعادل إحصائية الموتى أطال الله في أمانكم من أمراض مستعصية ومزمنة. هكذا هذه النتائج التي أيضا من جملتها الحفاظ على البيئة والنظافة. إخواني إخواني وأعزائي، من الشيء الجميل والحسن أن نعكس عن الإسلام والمسلمين نظافة شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا ودوائرنا والأماكن العامة. هذا الذي نشاهده في الشوارع في الأسواق في المحلات في المدارس في الدوائر في أماكن كثيرة من عدم الالتزام بالنظافة يتنافى تماما مع أخلاقنا ومبادئنا. إخواني وأخواتي، تصوروا حالنا لو أننا نسير مع الإمام المهدي عليه السلام الآن وبين أظهرنا الآن يسير معنا الآن. نتصور، خلنا نتصور الآن هذه الحالة، نحن نسير مع الإمام والإمام يتجول في بعض شوارعنا ويلاحظ وينظر يمنة وشمالا أكداس النفايات. قد يقول قائل هذه وظيفة الدوائر الدولية. نعم جزء منه وظيفة الدولة، جزء منه كبير وظيفة أيضا المواطن، وظيفتهما معا. أقول لكم تصوروا لو أن الإمام يسير معنا ونحن خلفه ونسير إلى جانبه وهو ينظر نظرة بها معنى يمنة ويسرى في الشوارع في الأسواق في محلاتنا في أحيائنا وهو ينظر هذه الأقداس من النفايات، يقول هل أن أتباعي وشيعتي وموالي يقبلون بهذا؟ ثم كثير من المصادر التي تتعلق بالبيئة والتي تولد الكثير من الأضرار للفرد والمجتمع. ليس من أخلاقنا ألا نكون نظيفين،
كما أن نظافة القلب مطلوبة، كذلك نظافة الجسد، نظافة الشارع، نظافة البيت، نظافة السوق، نظافة المستشفى، نظافة الدائرة، نظافة الجامعة. هذه كلها من الأسس المهمة التي تعكس مدى التزامنا الصادق بمنهج أهل البيت عليهم السلام، منهج الإسلام. لذلك إخواني هذه كلها مصادر كثيرة لا يسع المجال لذكرها هنا. نأمل إن شاء الله تعالى إخواني من مقومات الانتماء الصادق، التشيع الصحيح، الولاء للإسلام، هو أن نحافظ على الأنظمة العامة التي فيها مصالح المجتمع، والتي فيها دفع المضار والمفاسد، والتي فيها حفظ الحقوق. هذه من المقومات الأساسية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، خصوصا ونحن في هذا الشهر المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.